وفي حوار خاص للتلفزيون المصري أكد عضو مجلس النواب علي بدر أن الولاية على المال تزداد قوة وتأثيرا في حالة الأبناء القُصّر، وهو الأمر الذي يكسب قضية الوصاية على أموال القُصّر أهمية قصوى. مطالبات حول إنشاء صندوق لاستثمار أموال القُصّر. تعلم سيادتك أن بيتم إيداع أموال القُصّر في النيابة الحزبية وبيتم صرفها للقاصر عند بلوغ سن الرشد وهو 21 سنة، فبتبقى القيمة السوقية أو القيمة المالية للمبالغ بتبقى يعني للأسف ما بقتش بحجم السوق أو بحجم التطور اللي بيشهده العالم أو بيشهده الزمن. فكان في مطالبات بإنشاء صندوق يتم الإشراف عليه من الجهات القضائية المعنية من أجل استثمار أموال القاصر.